Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونذب إليه وأبرم الشفا وبعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما ساد تزوج عن الشيطان قائلا يا ويلا أعصم مني وقال عليه الصلاة والسلام رقعتان من المتزوج أفضل من 70 رقعة من العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء
أعز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره لكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه آمنا بالسريعة وصدقنا بالسريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام تبنى إلى الله ينقطع السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.